نسمع عن انتصارات، بنسمع عن ربح، بنسمع عن فوز، وإذا حدا انتصر أو ربح أو فاز بتكون الدنيا مش سيعته. شو بتقولوا عني أنا؟ أنا يلي اليوم عم بعيش هالتلات أشياء: قصة سامر، مين كان وين كان وشو صار ووين صار. خليني أحس إنه لازم نكتر البذور ونرشهن على كل أرض تطلع بدربنا، إلا ما تنبت وتزهر وتعطي ثمار. تعلمت بهالسنة كون إيجابية، اطلع على نص الكوب المليان. تعلمت كون حرة من أفكاري اللي بتحكم أحكام مسبقة عن الناس. تعلمت حب بلا ما أعرف مين وليش. تعلمت. وهلا إجا الوقت، الوقت لأنطلق بحياة جديدة، حياة أنا أعلم فيها ولادي، حياة حب فيها جوزي كأنه شخص واحد. حياة شو في إشياء نعملها بهالحياة؟ بس هودي كلن في شي رح بيرافقن، هو تجربتي بهالمكتب اللي ما رح انساها ولا يوم، ومدام جيسي وطريقة تفكيرها يلي رح بتضل مرافقتني بكل قرار رح اخده بحياتي. رح اشتقلها. كانت عاطية المكتب حياة، حضورها خلاني اوقات كتير انسى الكتير من مشاكلي، خلتني اشوف الاشياء بطريقة مختلفة. وهيدا أكبر دليل إنه ما بحياتنا نتكل على شو منعرف أو شو درسنا. الحياة يلي منعيشها، الناس يلي ربنا حطتهم بدربنا، تجارب يلي منخوضها هي أكبر مدرسة وأقوى درس نتعلمه بحياتنا. رايحة على المكتب وما حابة أوصل، لأنه ما بحب لحظات الوداع. بعرف إنه كنت حبها كتير لرانيا، بس مثل ما بيقول الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران، المحبة لا تعرف عمقها إلا ساعة الفراق. بليز رانيا خلاص، صار لي نص ساعة عم ببرم بالسيارة تما عيش هيدي اللحظات. أوكي خلص، هيدا احنا عايشين بضيعة صغيرة، يعني التكنولوجي الله يخليلنا اياها، الواتساب وسكايب، ما منضل نحكي سوا، ما تعتلي هام. مش عتلاني هام، بس رح اشتاق للمكتب وعم فكر مين بده يهتم بالمواعيد وكل الاشياء اللي كنت اعملها. ما خبرتك؟ لا، لقيت مين يساعدني بهالسرعة؟ كأنك مش مصدقة كيف تخلصي مني. والله يساعدني على اللي راح تساعدني. جيزال صديقتي، خبرتك عنها؟ مش هي اللي بترسم يلي لكم كتير زمان ما عرفتوا شي عن بعض؟ مزبوط. بس مش عايشة بفرنسا؟ مزبوط، هي عايشة بفرنسا، بس جوزها بيشتغل من بلد لبلد، وهلأ عنده شغل لفترة بالبلدين العربية، وهي بخوتتها قالت له اوكي خلص كونترايتك وانا بدي ضل هون، سو رح ضل تساعدني. هاي ريحتيني، كنت غيراني مين اللي بدها تخلفني على كرستي. ما تعتلي هم من هالناحية، ربنا ما خلق حدا بيشبه التاني، كل واحد فينا عنده حسناته وسيئاته. وأنا شو سيئاتي؟ هني زيتهم بتعرفيهم من وقت ما جيتي على هالمكتب. كل ما بجرب أهرب من ذكريات هالمكتب بدك ترجعي تذكريني فيهم. طيب خبريني، قديه مفكرين تضلوا هونيك؟ صراحة ما منعرف. ما بتعرفوا ليه ما في كونترا؟ بلا هلأ في كونترا وإله مدة محددة، بس إنه يلي ما منعرفه هو قدرتنا أنا وجاني على تحمل الوضع هونيك. بتعرفي غير مجتمع وغير ثقافة وغير شيء، حتى بتقاليدهم الاختلاف كتير كبير. بدي شمطلكم دينايكم. ليه؟ من أول ما بلشت اشتغل هون ولا مرة ضربتيني. ليه؟ ما رح قلك ليه قبل ما يجي جوني. يجي؟ بدي أحكي معكم، ما تكوني ناسي أنه أنا مستشارة علاقات زوجية سترانيا. بس نحنا بعد ما تجوزنا.
وانا بحضر الكوب قبل الزواج كمان. انا بدك تشوفي جاني وباسرع وقت. اوكي. يعني اسرع من هيك ما بقى يصير. قلت له بتترك كل شيء وبتشرف هلا. يا اهلا بتجاني. مرسي مدام، صراحه لي زمان بدي اتعرف عليك قد ما حكيتنا عنك رانيا. شو بدنا نعمل، ما كان معي وقت. وانا كمان كنت حابه اتعرف عليك وقد ما رانيا خبرتني عنك. مدام هلا بشوف حاله علي. يا حياتي انا بتشوف حالي عليك، ما انا غير انا اكثر منك. كثير منيح، هلا مهم فديت حتى اقدر شوفك. ايه انه ما عم اشتغل هلا، انه بتعرف عم بحضر اوراق الزواج والسفر، ففطيت هلا يعني. قديني مين ضلوا هونيك؟ صراحة حسب، مش عارفين يعني، حسب قد ايه منطيق الحياة هونيك والمعيشة والاختلاف بينه وبين هونيك، ما بعرف صراحة، ما بعرف. غريبين انتو يا عمي، غريبين. ليش؟ مدام جيسي بدها تشمط لنا دينتنا على هالخبرية. ليش؟ لأنه إذا انتو مسيحية وبتعرفوا كتابكم المقدس كتير منيح، لازم نفهم خطة الله وفي تفكيره نحن كمسيحية كيف بيفكر فينا. بتعرفوا من بدء الكون وقت الله خلق الإنسان شو كانت الرسالة لقاله؟ قالوا اذهبوا وتكاثروا، يعني خطة الله لقلنا أنه ننتشر ونتكاثر. بس شو عملوا؟ يعني أنتوا عم تعملوا شوي مثل ما الشعب بالعهد القديم عمل بتكوين 11، بيقوموا الشعب بيقرروا أنه يتحدوا مع بعضهم ويتمردوا على الله، بيبنوا برج بابل وبيبلشوا يعلوا برج بابل ليكونوا ليخدوا قوتهم منه. بس الله شو عمل؟ الله نزل وبلبلهم، نزل وخليهم يتفرقوا. بتعرفوا بالكتاب المقدس اوقات بيقلنا كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. يمكن هيدي البلبله والتفرقه شافوها انه شيء منه كتير منيح، ولكن بنفس الوقت اللي الله كان عم ببلبلهم راح عند ابراهيم وقال له انا بدي باركك وبدي اعطيك نسل. يعني الله كان محضر اذا بدكم اللي عملوا معهم، بس مقابله محضر البركه. وخطة الله لقلنا هيك انه ننتشر ونعبي الارض. يعني اوقات منشوف الاشياء اللي بيعملها الله معنا منها كتير حلوة، مثل الجاتو مثلا، اذا منحط بيض وطحين وزبدة، اذا بدي اعطيك شقفة زبدة اكيد ما رح تاكلها، بس اذا منمزج الجاتو بيطلع جاتو كتير طيب. وهيك الله بيعمل معنا الاشياء اللي ما منفهمها المش منيحة والاشياء الحلوة بيمزجها ليتمم مشيئته معنا على الارض. طيب عن جد مدام، مع كل احترامي، بس اذا عم تقولي صحيح ومنطق، ليش بعد في حروب وتفرقة عرقية وطبقية ول ول ول؟ جاني معك حق، بس بدي أسألك أنا سؤال. لأنه وقت الإنسان كان بعلاقة مع الله كان مصدر الأمان والسلام بهالعلاقة، بس الإنسان يفقد العلاقة مع خالقه، برأيك أنت إذا مع خالقه ما عنده علاقة رح يقدر يكون عنده علاقة مع خيه الإنسان؟ أكيد لا، لأنه هو عم بيشعر بعدم الأمان، لأنه مفكر الغيرة بلش تفوت على قلبه، صار بده يعمل حيلا شي لينتقم من خيه الإنسان. يعني مثل قصة قايين وهابيل، لما قايين قتل خيه بسبب غيرته منه. بالضبط بالضبط، لأنه وقت الإنسان بيبعد عن الله خلص ما بقى في عنده سند، سمح للغيرة وبلش ياخد الأمور بإيده. الطريقة الوحيدة إنه الغضب والغيرة وصلت انه يقتل خيه ويسفك دم حتى ما يحس حاله انه هو موجود، تيدافع عن كيانه ليدافع عن هو مين. طيب يسوع المسيح تجاه كل هالاختلافات شو كان موقفه؟ رح خبرك يسوع شو كان موقفه. جاني مثل ما بتعرف يسوع اجا ليصالحنا، اجا ليصالح الناس، اجا ليتعامل، خلينا نكون واحد. رح خبرك قصة من الكتاب المقدس. في مرأة كنعانية اجت لعند يسوع وبنتها كانت مريضة كتير، قالت له انه يا رب شفي لي بنتي. يسوع جوابها جواب كتير قاسي، وليش كان عم بجاوبها جواب قاسي؟ حتى يعلمنا ويعلم التلاميذ، ودرس كتير مهم. جوابها جواب قاسي ليشوف انه كيف الشخص ممكن يتعامل اذا كان عم بيتواجه بالقساوة. بس كيف هالمرة تعاملت؟ بالرغم من انه يسوع كان قاسي عليها، قالت له اعتبرني انا كلبة بس بدي اكل من فتات هيدا الخبز. وهيدا شيء بيعلمنا درس كتير كبير لقلنا، انه وقتا منتعرض للأسى او وقتا منتعرض للاختلافات عن جد كيف نتصرف. وتواضع هيدي المرة وإيمانها خلصها. يسوع اطلع فيها قال لها عظيم إيمانك يا امرأة، اذهبي انه بنتك رح تنشفى. وهيدا كان درس كتير كبير لقلنا نتعلمه، انه عن جد كيف نحن كمسيحية نتصرف مع الأشخاص المختلفين عنا. هيدي المرأة الكنعانية لازم تكون قدوة لألنا بالتواضع والإيمان، قدوة لألنا نحن المسيحية حتى نتبعه تنكون عم نعيش مثله. أصلاً هي ما قضيت بس على قصة المرأة الكنعانية، أكتر الأحيان كان يسوع يبين على روح بتتعاكس مع الفترة كان عايش فيها هو. صحيح، رح خبرك قصة تانية
اللي انت دليل اللي انت عم بتقوله. بالكتاب المقدس كان في السامريين، السامريين كان في عداوه بينهم وشعب اليهود، عداوه كتير كبيره يمكن 1000 سنة لورا. كانت بسبب شو؟ عداوه بسبب عرقيه، بسبب ايمانهم وكتير قصص. بس كيف اجى يسوع تعامل؟ اجى فرجينا عكس ما هني كانوا عم بيتعاملوا. اجا وحكي مع امرأة سامرية وكان عم بيعلمنا درس كتير كبير، انه عن جد يعني وحد هالعلاقات وعمل عكس ما العالم كانت عم تعمل. واكيد ما منستغرب انه تكون روح المسيح عكس الروح اللي كانت موجودة بوقتها. واكبر دليل على هيك اذا منقرأ بالانجيل يوحنا اصحاح الرابع قصة المرأة السامرية، كتير اشياء فينا نتعلمون منهم. اصلا في 6 نقاط بهيدا المقطع بفرجونا اتجاه يسوع المعاكس. وكانت السترانيا خطيبتك محضرتهم، بس هيئتها عم تحلم فيك، ما بعرف شو صاير لهالايام، نسيت انا محضرتهم؟ ايه، وعلى كمبيوترك كمان. بليز جبيلنا هن على السيدي لانه بدي اعمل لهم داونلود على اليوتيوب. وانا رح اقوم اعمل لك هيك وجوز تما تقول انه رانيا كانت عم تشتغل بمكتب نحن بخلا. هولي كتير طيبين وما تفكر ان انا ضيفه لمين ما كان، بس انت سبيسيال. مرسي، ما عندي شك. جوني، هلأ رانيا مش هون. رانيا صبية رائعة مثل كريستال رقيقة، كتير طاهرة ورقيقة، بس بتنكسر بسرعة. يمكن انت بتعرفها اكتر مني، بس انا عم بحكي من محبتي لقلها ومن محبتي لقلك. مرسي كتير مدام، عن جد كتير بقدر هذا الشي. الحياة اللي جاية فيها شوك كتير، بس فيها ورود، والقرار لألكن إذا قادرين تحولوا هالشوك لورود. معك حق باللي عم تقوليه. هيدا مش شعر، هيدا واقع. عن جد عن جد جوني، أنا حدكن شو ما بتعوز أنت ورانيا، أنا بدي كون حدكن. وشمت لكم دينايكم. انتبهوا لكن ما نعم كل شي سارع. هيدا السيدة Thank you رانيا. جوني هيدا السيدة لألك، فيه 6 نقط اللي كنا عم نحكي عنهم، خليه معك. بس في شيء قبل الفيزا وقبل الباسبار وقبل الشنط لازم يكون معكم بالسفر، هو الكتاب المقدس، هدية عرسكم مني أنا. إذا واحد جاب تلفزيون ما معه دفتر الاستعمال بيعرف يستعمله شيء؟ أكيد لا. هاي حياة جديدة فاتين عليها، وهذا دفتر الاستعمال صار معكم. وهلأ صرت أعرف لرانيا كانت تحب تجي على المكتب هالقد. هلأ خلينا نرجع لموضوعنا بخصوص ال6 نقط اللي كنت عم بحكيكم عنهم. رح نحكي بأول نقطة. شوفوا، أول شيء بيقول إنه المسيح راح على أرض السامرة، مع إنه اليهود ما كانوا يروحوا على أرض السامرة. بس هيدا على شو بيدل؟ بفرجينا إنه المسيح كان مستعد إنه يتخطى كل القيود اللي كان المجتمع تبعه حاطة عليها. هذا الشيء بفرجينا إنه نحن كأتباع المسيح لازم انه كيف لازم نتقرب من اعدائنا، كيف لازم نتعامل معهم عن قرب بطريقه شخصيه. نقطه ثانيه، كان في محرمات بالمجتمع اليهودي، يعني يسوع ما كان فيه يشرب مي من امراه سامريه، بس يسوع تخطى كل المحرمات، حتى كان يتدنس اذا يحكي مع امراه سامريه او حتى اذا يشرب منها. بس منشوف انه عن جد المسيح كان مستعد انه يدنس نفسه كرمال يتعامل مع الآخرين. وهيدا الشيء اللي يسوع عم بجرب يعلمنا إياه، إذا كنا عن جد نحن بدنا نكون من أتباع المسيح لازم نتحدى تقاليد مجتمعنا وما نخليهم أنه يكبلونا، بالعكس لازم نكون مثل المسيح. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة تشانية، أنه المسيح ما جملها، بالعكس حكي معها بالصدق مع أنه كان عم يتعامل معها بكل محبة وحنية، ولكن الحق كان دايماً عم بيحكي الحقيقة. ونحنا كمان إذا منحب الناس وتعاملنا معهم هيدا ما بيخلينا أنه نساوم بالحق، بالعكس بدنا نقول الحقيقة لو شو ما كانت. النقطة الرابعة، شو عمل المسيح؟ علمها طريقة عبادة جديدة، يعني قال لا مش ضروري تعبدي مثل ما كانوا اليهود عم بيعبدوا، ولا يعني أنت صح بطريقة عبادتك، فيها يكون طريقة عبادة جديدة اللي هي طريقة الحق، بدك تعبدي الله بالحق والروح. وهذا شيء كتير مهم يسوع بيعلمنا إياه، إنه أوقات كتير ما لازم نكون أسود أو أبيض أو أنت هيك أو أنت غلط، لا، أو نتكمش بتقاليد وقصص ممكن تكون غلط نحن أخدينا. لا، جرب يقول لها إنه عن جد
فيكي انك تكوني عم تعبدي الله، يعني مثل ما علمنا يسوع بطريقة عن جد بالروح والحق. والخامسة نقطة الخامسة منشوف انه يسوع لقى امكانية الشعب السامري وعبر عنه بكل فرح وحماس، حتى قال لهم انه انا تعامي انه اعمل مشيئة بي. يعني يسوع كان الاكل وغذائه انه يكون خلاص النفوس. والسؤال اللي بنسأله لحالنا نحن عن جد اذا بدنا نتبع يسوع، هل نحن غذائنا هو خلاص النفوس؟ والنقطة السادسة انه يسوع علم التلاميذ كيف يمشوا على خطاه. منشوف يسوع كان عن جد عم بيقول لهم انه الحصاد كثير، يعني عم بيقول لهم بيض الحصاد، وكان مبسوط بده انه يجوا ويحصدوا السامريين ويعطوه الخلاص. وهذا بيخلينا نشوف انه عن جد كل السامريين بأعمال الرسل 8 ايمنوا بالرب يسوع. شو جاني شايفتك ساكت؟ ما دام القصة انه الانسان عدوه هو جهله. شو يعني؟ يعني اللي سمعوا جوني اليوم اشياء كتير جديدة، فتحوا عيونه على اشياء ما كان مفكر انها تكون هيك. ومش بس هيك، خلينا هالشي فكر بعدد المرات اللي كنت اخجل فيها عبر فيه عن ايماني او اعلن عن مسيحيتي مجرد انه رح كون غير. وهذا الشيء مش بس وعاني، خليني حط مراية قدامي، هالمراية وراها شخص ثورجي هو يسوع. يا ريت كل الثورات مثل ثورات الرب يسوع، ثورات محبة. ما بدي فل. بس يا بنت يلا مطرودة. بس قبل اعطيني ايدك جاني، اعطيني ايدك. فيني صلي لكم؟ يا ريت. يا رب جايين امامك وطالبة منك من كل قلبي انك تحل بروحك القدوس عليهم. ساعدهم يا رب يفهموك ويعرفوا الحياة اللي انت رسم لهم اياها لحياتهم. بالنهاية الزواج هو فكرتك، وبصلي من كل قلبي انه يعرفوا ويعرفوا انت كيف بدك هن يعيشوا. صلاتي انك ترافقهم ويكون بيتهم مبني على صخر اللي هو كلامك. ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. بصلي يا رب انه يعملوا عيلة مسيحية رائعة تمجد اسمك بكل معنى الكلمة، رافقهم من اول الطريق لاخرها. بالنهاية هدول ولادك، وبصلي انه يكون عرسهم عبي مجدك. بحبك وباسم ابنك بصلي، امين. الحلقة العاشرة كانت بعنوان رؤية مسيحية للآخر. المفهوم العام اعتناق القانون الذهبي للمسيح بكل علاقاتنا، لاسيما علاقاتنا بالمظلوم والظالم. المفهوم الأول وضع أساس كتابي لفهم الاختلافات في ضوء السقوط والفداء، وشفنا شو كان موقف المسيح تجاه هيدي الاختلافات. حلقة جديدة، موضوع جديد، شوفكم.